السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بيكم، احمد مجاهد اي سي سي ترينر، يحييكم من قناتكم كمال اجسام دون منشطات. عنوان حلقتنا النهارده هنتكلم عن ازاي تعرف اي حد بياخد منشطات ولا لا، هل انا طبيعي ولا لا. هضرب مثال على نفسي، هنستخدم الكلام دوت ويب سايت بسيط جدا، هسيب لكم اللينك بتاعه اسفل الفيديو، فات فري ماس اندكس FFMI كالكوليتر. الكالكوليتر ديت بتطلع انت ناتورال ولا ستيرويد، بناء على ايه؟ الويتس طبقا للطول طبقا لنسبة الفاتس بيقدر يقول لي. خلينا نضرب مثال عملي زي ما احنا شايفين كده قدامنا على الشاشة. انا عندي الويتس بتاعي في البطولة دي كان 91 كيلو تقريبا قبل الميزان وقطع المية اليوم اللي قبليه، فهنحاول ليبس طبعا زي ما احنا شايفين كده على الشاشة. اي ويب سايت بيحاول الكيلو جرامز الليبس ده هو للرطل، فبيبتدي يطلع لنا رقم، بحط كوبي وبيست هنا في خانة الويتس، واجي للبودي فات كان نسبة الدهون عندي ساعتها 13.5% بالظبط، ابتدي احطها هنا برضو 13.5% في خانة البودي فات. وبالنسبة للمية 75 سنتي طبعا بنحوله الانش هنا عن طريق برضو اي ويب سايت، ممكن اسيب لكم اللينك بتاعه، ونقول له كالكوليت. طبعا عشان نبقى عارفين كويس جدا ان ال FFMI فوق ال 25 فوق ال 25 بيكون مشكوك في امر، زي ما هو واضح كده قبل ما نشوف النتيجة ناخد بس نبذة عن ال FFMI. هنا هو بيقول لك من 16 ل 17 ده بلو افريج يعني تحت المتوسط، لو النتيجة طلعت من 18 ل 19 فكده افريج متوسط، لو النتيجة 20 ل 21 فده above average تمام، لكن لو 22 النتيجة فده excellent حاجة جميلة والله، اللاعب ده خامته حلوة ويقدر يجي منه. لو من 23 ل 25 لا ده كده الراجل بقى ايه يعني الفيت بتاع الناتشورال يعني، لكن لو من 26 ل 27 فانت كده بيبقى مشكوك في امرك suspicious، اهو بيقول لك about ايه انت natural ولا لا. لكن لو النتيجة من 28 30 فيما فوق فانت كده using steroids بحت، مش محتاج لسه ان احنا ندور ورا. تعالوا نشوف النتيجة طلعت ايه عندنا هنا اهو، نقول له calculate، ادانا النتيجة 26، فكده احنا في الناتشر. ازاي بقى بنقدر نوصل لاعلى نسبة للناتشرال؟ عبارة عن حاجات عوامل كتير، عوامل كتير جدا بتشارك في الموضوع ده، الجيناتكس بتاعتك، اسلوب التدريب، اسلوب التغذية، كل ده هو بيفرق كتير جدا في وصلك للمرحلة اللي انت عايزها. لو مقتنعين بناتشرال بادي بيلدينج ياريت تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، ده حاجة انا بحبها، ياريت كلكم تجربوا الموضوع دوت وتقولوا لنا ايه النتيجة فيكم. بس يا مرحبا وتابعونا، انا اعرفكم ازاي ستيب باي ستيب تقدر توصل ناتشرال لاحسن حاله ليك في الناتشرال. تحياتي كمال اجسام دون منشطات، كابتن احمد مجاهد.